السلام عليكم. الآن الصوت واضح يا أخوان صحيح؟ طيب أعتذر عن هذا الخلل خارج عن الإرادة، يعني حاولت قدر المستطاع أني أصلح هذا الخلل وأعتذر مرة أخرى. لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة، لكن إذا أردتم غدا إن شاء الله تعالى نعوضكم عن ما فاتنا من محاضرات، فإذا كان يناسبكم بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العشاء الأمر إليكم، فأريد إجماع منكم من الآن، يعني بشرط يكون أغلبية الطلاب يوافقون على وقت محدد. يعني الآن بعضهم يقول بعد العصر وبعضهم بعد العشاء. يعني ألاحظ أن الأغلبية بعد العشاء الآن، ف يعني نضع بكرة محاضرة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء ونكمل ما فاتنا إن شاء الله تعالى، وأيضا كذلك في نهاية الأسبوع سوف أضع يعني محاضرات إضافية كذلك لإنهاء المنهج وأيضا لمراجعة المنهج إن شاء الله تعالى، فلذلك لا تقلقون من قضية مراجعة المنهج أو ما يتعلق في هذا الأمر. بعد الصلاة إن شاء الله تعالى يعني تكون المحاضرة الساعة 8:30، يعني احنا نخرج من الصلاة الساعة 8:15، فإن شاء الله تعالى يكون الساعة 8:30 حتى 10:00 إن شاء الله تعالى، وقت طويل إن شاء الله تعالى ونستطيع أن ننهي ما فاتنا إن شاء الله تعالى. وفي نهاية المحاضرات إن شاء الله سوف نضع لكم يعني مراجعة شاملة للمنهج، وأيضا أسئلة كذلك شامل المنهج، ويعني يكون فيه اختبار يعني بسيط ليس عليه درجات ولا أي شيء، مجرد لمراجعة المنهج. طيب الآن نستفيد من الوقت إن شاء الله تعالى، أمامنا يعني متسع الوقت لمراجعة أو لإكمال ما توقفنا عنده في المحاضرة الماضية. إن شاء الله تعالى في نهاية المحاضرة سوف أضع إعلان عن المحاضرة في الغد إن شاء الله تعالى. طيب لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في موضوع، إحنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، وذكرنا يعني 5 أو 6 ضوابط وذكرناها يعني مفصلة، وذكرنا من أنواع ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي هو ضابط المشروعية وضابط منع الضرر، وأيضا كذلك ضابط أولويات الإنتاج وضابط إتقان الإنتاج. وتكلمنا أيضا على أهم ما يساعد على إنتاج السلع، وننتقل بعد ذلك إلى موضوع المضاربة وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في المضاربة، هو المقصود في المضاربة دفع مال لمن يعني يتجه به أو يعمل به على أن يقتسم بينهما الربح.
فنظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد المسلم، المسلم يعني يحتاج إلى العديد من السلع والخدمات والتي أباحها الله سبحانه وتعالى، وأيضا أباحها الإسلام للتنعم بها. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فمن أبرز القواعد الأساسية والتي يعني تبنى عليها نظرية سلوك المستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي، فمن أبرز هذه القواعد أولا الدخل. فغالبا يتحدد دخل الفرد بعنصرين: العنصر الأول ملكية عناصر الإنتاج، والعنصر الثاني أسعار هذه العناصر. فالاقتصاد الإسلامي يعتد بالدخل كعنصر رئيسي ومؤثر ومحدد للسلوك الاستهلاكي للفرد، لكنه لا يرى بأن الدخل هو العنصر الوحيد المؤثر، بل هناك يعني أبعاد دينية يعني تدخل كعامل مؤثر على سلوك الفرد الاستهلاكي، سواء من حيث يعني كميتها أو من نوع يعني السلوك والخدمات المستهلكة. الثاني من أبرز القواعد الأساسية التي يعني تبنى عليها نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي تحقيق الرشد الاقتصادي. فينصرف مفهوم الرشد الاقتصادي يعني بنظر سلوك المستهلك في الاقتصاد الغربي إلى معرفة المستهلك بأنواع السلع والخدمات ومزاياها وقدرتها على تحديد خريطة استهلاكه، وذلك بالاعتماد على دخل المتاح. بحيث يعني يستطيع التوازن بين السلع والخدمات، والتي تحقق له أكبر إشباع ممكن يعني بينه وبين دخله المتاح. فرغم أن كثير من الاقتصاديين يعني الغربيين يعترفون بعدم واقعية هذا التحليل، فضلا عن انخفاض قدرة المستهلك على استخدامه، إلا أنهم أيضا يتفقون على أهمية مبدأ الرشد الاقتصادي عند المستهلك. فالاقتصاد الإسلامي لا يلغي مبدأ الرشد الاقتصادي كيعني افتراض النظريين في التحليل الاقتصادي، لكنه يعني الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى تطبيق الرشد الاقتصادي عند المستهلك المسلم، وذلك من خلال حث المستهلك على تحقيق التوازن بين أنواع السلع والخدمات والتي يحتاجها وبين دخله المتاح. فالاقتصاد الإسلامي يعني يدرك التأثير الواضح للأبعاد والعوامل الاجتماعية كالمحاكاة والتقليد والإعلان، فهو يسعى إلى إدخال البعد يعني العقدي الديني وتأثيره على النفس الإنسانية. فالمستهلك الرشيد في الاقتصاد الإسلامي يعمل على تحقيق التوازن بين الدخل وأنواع السلع والخدمات ومزاياها ضمن إطار يعني التعاليم والضوابط الشرعية. ومن أهم هذه الضوابط والتوجيهات والتي يعني تسهم في تحقيق الرشد الاقتصادي لدى المستهلك المسلم: أولا، تحريم استهلاك السلع والخدمات الضارة. فالاقتصاد الإسلامي يعني يلزم الفرد يعني حين يكون اكتساب المال بطريقة مشروعة، فهو يوازن ذلك بضرورة الالتزام بتلك المشروعية عند يعني إنفاق ذلك الدخل، وذلك بعدم استهلاك السلع والخدمات الضارة والخبيثة. منها من الأمثلة على ذلك مثل أكل الخنزير والدخان أو شراء الخنزير أو أيضا الخمر وغيرها. وأيضا كذلك من الأمثلة والخدمات المحرمة التعامل بالميسر والقمار واستخدام الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأيضا كذلك التمويل بالربا. ففي تحريم استهلاك السلع والخدمات الضارة تحقيق ويعني لعدة آثار إيجابية. من هذه الآثار: أولا، حماية دخل الفرد من أن يتجه إلى سلع وخدمات لا تحقق نفعا حقيقيا. وثانيا، زيادة الجزء المخصص
من يتجه الى سلع وخدمات لا تحقق نفعا حقيقيا، وزياده الجزء المخصص للادخار الذي ايضا يعني يتجه للاستثمار، وايضا كذلك حمايه موارد المجتمع من الاهدار والاستنزاف. ذكرنا ثلاثه: حمايه دخل الفرد من ان يعني يتجه الى سلع وخدمات لا تحقق نفعا حقيقيا، وايضا زياده الجزء المخصص للادخار الذي يتجه للاستثمار، وايضا كذلك حمايه موارد المجتمع من الاهدار والاستنزاف. الثاني من يعني الضوابط والتوجيهات والتي تسهم في تحقيق الرشد الاقتصادي لدى المستهلك المسلم: تحريم السلوك الترفي. فالاسلام يحذر من السلوك الترفي، وذلك بالتوسع والتنوع في الملذات والشهوات وعدم الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى. من الأضرار أيضا المترتبة على السلوك الترفي، أولا يعني تبديد الموارد وسوء تخصيصها وتوزيعها، وأيضا كذلك الاتجاه نحو الاستهلاك على حساب الادخار والاستثمار، وأيضا كذلك تدمير وتدهور قيم ومقومات المجتمع. هذا بالنسبة للأضرار المترتبة على السلوك الترفي. الثالث أيضا من التوجيهات والضوابط التي تسهم في تحقيق الرشد الاقتصادي لدى المستهلك المسلم: النهي عن الإسراف والتبذير، و هناك يعني تعريفات من الإسراف والتبذير، لكن يمكن القول بأن التبذير يعني أو يعني يعرف التبذير بأن ينصرف إلى الإنفاق على محرم وإن كان يسيرا. أما الإسراف فهو المقصود به تجاوز الاعتدال في الحلال غالبا، وذلك يعني تجاوز استهلاك السلع والخدمات التي أباح الله سبحانه وتعالى، أو حتى فيما يتعلق بأداء الواجبات الشرعية. من الأمثلة على الإسراف يعني الإسراف في شراء ما يزيد عن الحاجة من السلع الاستهلاكية، أيضا الإسراف في ماء في يعني ماء الوضوء، وأيضا في يعني في فيما يتعلق في أداء الواجب الشرعي. الرابع من التوجيهات والضوابط التي تسهم في تحقيق الرشد الاقتصادي للمستهلك المسلم: الحث على الاعتدال والتوسط في الانفاق، ودع على قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنق ولا تبسطها كل البسط، وايضا كذلك: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام هو الاعتدال. فسلوك المستهلك في الاقتصاد الغربي يعتمد لتحقيق أهدافه على أداتين رئيسيتين. الأداة الأولى الحرية الاقتصادية للفرد بإنفاق دخله على حاجاته ورغباته المتعددة، والتي يقرر شرائها بدون قيود وتوجيه الإنتاج حسب رغبات المستهلك. الأداة الثانية حرية السوق، وما يعبر عنها بالمنافسة الكاملة، ويقصد بها توفر المعلومات الكاملة والكافية عن أحوال السوق وأيضا عن الأسعار، مما يساعد في اتخاذ القرار بشفافية تامة. فهذه الأداتين في الاقتصاد الغربي رغم مثاليتهما وعدم واقعيتهما، إلا أن الاقتصاد الإسلامي لا ينكر أهميتهما، بل يرى أهمية إعطاء الفرد المستهلك الحرية في إنفاق دخله واختيار ما يناسبه من سلع وخدمات، لكن في إطار عام يعني تحدده القيم والتعاليم الإسلامية. فالقاعدة الرابعة وهو تحقيق زيادة المنافع، فالاقتصاد الإسلامي يؤكد على اختلاف مفهوم المنفعة عند المستهلك المسلم عن غيره، حيث يتصف هذا المفهوم يعني بالشمولية، فلا يقتصر على المنفعة المادية البحتة التي يحصل عليها من السلع والخدمات، بل أيضا تشمل يعني المنافع أهداف معنوية أخرى كزيادة الأجر والثواب والإحسان للفقراء والمحتاجين، وذلك ابتغاء يعني مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم
يعني يتلائم مع قواعد وخصائص الاقتصاد الإسلامي. فالمنفعة الحقيقية وهي يعني تؤدي إلى إضافة حقيقية للإنسان، فالمستهلك المسلم يحرص على زيادة حجم المنافع التي يحصل عليها من خلال إنفاقه الاستهلاكي، وهو يتفق مع غيره على أن يعني تحقق له السلعة الإشباع التي يتوافق مع يعني وحدة النقد التي يدفعها مقابل وحدات من السلعة. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهو موضوع السوق و يعني تعريف السوق ووظائف السوق وأنواع السوق. يقصد بالسوق بالمفهوم العام على المكان الذي يلتقي فيه البائعون بالمشترين لتبادل السلع والخدمات. ويعرف السوق يعني بالمفهوم الاقتصادي عبارة عن إمكانية التقاء البائعين بالمشترين لتبادل السلع والخدمات وأيضا عناصر الإنتاج دون أن يشترط مكان معين. وهناك أيضا تعريف آخر للسوق، يعني المقصود به المنطقة التي يكون فيها البائعون والمشترون على اتصال وثيق ببعضهم البعض، حيث يكون الثمن الذي يدفع في جزء من السوق أثر على أثمان بقية أجزائه الأخرى. من وظائف السوق أولا التمكين من تبادل السلع والخدمات وإمكانية التقاء البائعين والمشترين. هذا بالنسبة لوظائف السوق. أما أنواع السوق في الاقتصاد الوضعي فينقسم أنواع السوق في الاقتصاد الوضعي إلى سوق المنافسة التامة والكاملة، وأيضا سوق المنافسة الاحتكارية، وسوق احتكار القلة، وسوق الاحتكار التام أو الكامل. أما بسوق المنافسة التامة والكاملة فيتصف هذا السوق بعدد من الخصائص، منها المعرفة التامة بأسعار السلع والخدمات، وأيضا حرية الانتقال وحرية الدخول للسوق والخروج منه، وأيضا كذلك من الخصائص تجانس الوحدات من السلع والتشابه التام بينهما، وأيضا كذلك من خصائص هذا السوق ترك الأسعار تتحدد عن طريق قوى العرض والطلب. ننتقل بعد ذلك إلى سوق المنافسة الاحتكارية، ومن أبرز خصائصها كثرة عدد البائعين والمنتجين والتمايز والتجانس وعدم التجانس التام لوحدات السلع المنتجة، وأيضا كذلك أثر الدعاية والإعلان في اتخاذ القرارات التشغيلية، وأخيرا انخفاض القيود في الدخول للسوق والخروج منه. هذا بالنسبة لخصائص سوق المنافسة الاحتكارية. بالنسبة للثالث سوق احتكار القلة، يتصف هذا السوق بوجود عدد
قليل من البائعين والمنتجين وتأثير كل بائع ومنتج بسياسة الآخرين التشعيرية. الرابع سوق الاحتكار التام أو الكامل، ويقصد به انفراد منتج وحيد قادر يعني أو يستطيع فرض يعني السعر الذي يريد مع عدم وجود سلعة بديلة لسلعته. هذا بالنسبة لأنواع السوق في الاقتصاد الوضعي. أما موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه الأنواع، فهو يحرص الاقتصاد الإسلامي على أن تكون هناك سوق منافسة تامة وكاملة، لكن هذه السوق لأن فيها بعض الشروط التي تعتبر غير واقعية فإنه لا يقرها الاقتصاد الإسلامي، مثل الكثرة مع المنتجين أو المستهلكين، وهذا الشرط لا يمكن تحقيقه. من ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي، أولا منع تداول السلع الضارة، وأيضا كذلك منع الغش، وأيضا كذلك النهي عن بيوع الغرر والجهالة في السوق. ومن الأمثلة على ذلك النهي عن بيع يعني السلع قبل اكتمال حيازتها، والنهي عن تلقي الوافدين وهم الركبان، وأيضا كذلك تطبيق معايير الجودة من خلال تحريم تصنيف الكيل والوزن. هذا في ما يتعلق أنواع الضوابط، ضوابط الاقتصاد الإسلامي تجاه السوق. ذكرنا في الأول منع تداول السلع الضارة ومنع الغش، وأيضا كذلك النهي عن بيوع الغرر والجهالة. ومن الأمثلة على ذلك النهي عن بيع السلع قبل اكتمال حيازتها، والنهي عن تلقي الوافدين، هذا فيما يخص النهي عن بيوع الغرر والجهالة في السوق. وأيضا كذلك تطبيق معايير الجودة من خلال تحريم تصنيف الكيل والوزن، وتحريم التدخل المشروع الغير مشروع، و الاقتصاد الإسلامي يعني في ناحية تحريم التدخل غير المشروع يسعى إلى كفالة يعني حرية السوق من خلال الطلب والعرض من أجل تحديد الأسعار. فتحريم التدخل غير المشروع هذا يعني يعتبر من انواع ضوابط الاقتصاد، يعني ضوابط الاقتصاد الاسلامي اتجاه السوق. من يعني الامثله عليه النهي عن النجش، وعدم جواز يعني صوم الرجل على صوم اخيه، وكذلك بيع الرجل على بيع اخيه، وايضا كذلك من الامثله تحريم الاحتكار. الفقهاء يعني تحدثوا عن الاحتكار وفي تعريفه، والمقصود به يعني هو تدخل بائع أو أكثر من أجل رفع سعر السلعة في السوق بقصد الإضرار بالمستهلكين. وقد نهى يعني الإسلام عن الاحتكار بحديث كثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، وقوله عليه الصلاة والسلام: يعني المحتكر ملعون والجالب مرزوق. فالاحتكار يعكس العديد من الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، منها يعني من الآثار ارتفاع المستوى العام للأسعار على المستوى الطبيعي، وكذلك الآثار يعني اختفاء السلع ونقص المعروض منها، وانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد بحسب درجة الاحتكار ونسبة ومدى تعدد الاحتكار للسلع والخدمات في المجتمع. أيضا من الآثار إهدار موارد المجتمع واستنزافها وعدم استغلالها استغلال الأمثل، وأيضا انخفاض مستوى الجودة والإتقان في السلع المحتكرة.
والاحتكار يؤدي أيضا كذلك إلى العديد من المفاسد الاقتصادية والاجتماعية كانتشار الرشوة وغيرها. وأيضا كذلك تقليل حوافز المنافسة والمتمثل في تحسين الجودة وخفض التكاليف. هذا بالنسبة للآثار الاقتصادية للاحتكار. الضابط السادس من ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي هو الالتزام بالضوابط الأخلاقية في السوق امتدادا لتلازم يعني الجانب المادي والجانب الأخلاقي في النشاط الاقتصادي، وذلك في ظل اقتصاد إسلامي. فالأخلاق يعني له دور فاعل في التأثير في سلوك الأفراد داخل السوق. ومن هذه يعني الأخلاق هو الالتزام بالصدق والأمانة والسماحة والسهولة والوفاء بالعهود وغيرها. هذه يعني باختصار أهم الضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي، والالتزام بها يؤدي إلى يعني إلى أن تقوم السوق يعني بأداء دورها بكفاءة عالية. لعلنا يعني في هذه المحاضرة يعني نقف عند فيما يتعلق نهاية الضابط السادس من ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي، وأتمنى من جميع الطلبة تحديد موعد غدا لتعويض ما فات في المحاضرات القادمة إن شاء الله. ممكن ناخذ محاضرتين أو ثلاث أو أربع، وأن الاختبارات أو الكويزات نخليها في آخر محاضرة إن شاء الله تعالى. إن أردتم الآن تعطوني خبر اللي موجودين الآن في المحاضرة غدا من الساعة 8:30 حتى 10:00، اللي يجي 8:30 يعني أنا موجود معاكم حتى الساعة 10:00 يعني تعويض ما مضى. اللي ما يستطيع أنه يلحق إن شاء الله يعوض، يعني احنا موجودين حتى الساعة 10:00. أنا ما أدري والله، حتى الآن يعني لم أصل إلى نتيجة. يعني الطلبة يقولون عندنا محاضرات، والطلبة يقولون عندنا محاضرات. الجدول الرسمي عندكم هل يوجد محاضرات غدا بعد صلاة العشاء أم لا؟ أتمنى الإجابة. هل يوجد في الجدول الرسمي محاضرات؟ في بعضهم عندهم مستوى الرابع، عندهم مخاطر، وبعضهم عندهم محاضرة في القانون التجاري. طيب لعلنا غدا نضع محاضرة من الساعة 9:00 حتى 11:00، يعني نخليها ندمج محاضرتين، يعني بكرة ندمج محاضرتين من الساعة 9:00 من الساعة 9:00 إن شاء الله تعالى. واللي ما يستطيع أنه يلحق في المحاضرة 9:00 حنا موجودين، يعني سوف ندمج محاضرتين إن شاء الله تعالى تعويضا لما مضى من الساعة 9:00 إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق، ونراكم إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء عند الساعة 9:00. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.